شكراكم خويا شعيب، كنشكروا قناه الحوار بريس. اذا معكم محسن البرجي، المنسق المحلي ديال المنظمه المغربيه للحريات وحقوق الانسان. اذا جينا اليوم بدورنا، حضرنا في الجلسه هنايا ديال المدعو والاخ الياس مالكي. اذا حنا ما علينا ان نسادوه كمغاربه، حنا ما بغ... هادشي ديال الشكايات وهادشي ديال التطاحنات، داكشي راه كدعوها للتفرقه. راه هاد السيد حنا كنشوفو من واحد الجهه اخرى، من واحد الجهه. انا السيد ما قالش شي حاجه ماشي هي هذيك، انا هضر بكلمه مثلا قال الشلح ولا داكشي. حنا داكشي راه متداول عندنا في المجتمع ديالنا المغربي، حنا كنهضروا بالشلح بعروبي بصحراوي بقربوز، هاد الهضره ديزا عندنا حنايا، ما عندناش فيها مشاكل. كما شفنا ان الدفاع ديالو قال بان حنا من صغرنا كنشوفوا مثلا ممثلين، كنشوفوا عبد الرؤوف كيمثل الشلح، هذا كيمثل عروبي. دونك الا هضرنا بهذا الشيء، حنا راه ماشي كننقصوا من بعضياتنا، بالعكس حنا كنكبروا بعضياتنا. وهذا الشيء حنا هذا الشيء اللي واقع دابا راه غادي للتفريقه. هذا السيد راه ما دارش شي حاجه ماشي هي هذيك. حنا راه ماشي نقدروا نكونوا مختلفين معاه في شي حوايج، مثلا في شي سبان ولا في شي نقدروا نكونوا تقدر تكون مختلف معاه، ولكن باش انك تقبل ولا تبغي لي انه يتشد ولا سميتو، هذا الشيء راه ما كاينش. هذا الشيء راه ما عندناش حنا في تمغربي ديالنا، وحنا عندنا كامل الثقه في القضاء وفي سميتو اللي غياخذ الكلمه ديالو. مادام ان القضاء راه كيقوم بالدور ديالو، كيقوم بالمهام ديالو، مادام ان كاين شكايات وكاين هذاك الشيء، راه القضاء كيدير هذا الدور ديالو، ما غاديش يسميتو. ولكن غيتنصف، انا على يقين بان هذا السيد غادي يتنصف مادام انه ما ساءش لشي حاجه وما ساءش للمغرب. انا باش تسؤل المغرب راه حنا كاملين غنوضوا ضدك، ولكن انا كنشوفوا اليوم الناس داروا تنازلات، هذوك الجمعيات ديال الامازيغ داروا تنازلات، وداك الشيء هذا الشيء راه داخل في التوحد ديالنا. ما غنبغيوش المضره شي واحد، حنا كنتوحدوا. الا كنت سميتو الناس دخلوا لدرجة أنه هو اعتذر، عائلته اعتذرت، اعتذروا وشرح الموقف ديالهم، ديك الكلمة تاع الشلح الشلح راه هادي ماشي شي حاجة. أنا كتبان لي ماشي شي حاجة. بدورنا اليوم كمنظمة ديال الحرية وحقوق الإنسان، جينا كنساندوا هاد السيد هذا، كنطلبوا ليه، حنا كنتظروا هاد الساعة هادي أنه يصدر الحكم، باش ما نطلبوا الدفاع ديالو، طلبوا باش انه يتم المتابعه ديالو بصراحه مؤقت. والقضاء راه شوف، القضاء راه ما غيظلموش، راه كنظن انه غادي ينصفوا، وهذا الشيء راه غادي يبقى. هذا الشيء راه كاين شي ناس اخرين اللي بغاو يأولوا ويولوا في حوايج اخرى. كيفاش شفتوا انتم كمنظمه اليوم بعد ما كان 17 تنازل، اليوم كتكون جمعيه اخرى؟ يعني دابا هنا كيبقى الدور ديال الدفاع ديالو، انه خصو يطالب بالتحقيق بهذيك الجمعيه ولا ذاك السيد اللي عاود دار شكايه، لان هذه كتبقى بحال خطه مديوره باش انه السيد يبقى معتقل. انه كاين تنازلات وكاين مسائل، انه السيد خصو يخرج بصراحه، وغابقى تابعو كاع النيابه العامه ولا يبقاو تابعينه في واحد بصراحه مؤقت، وكيدوز الجلسات. ولكن باش انه ينوض واحد اخر ويدير يدير يدير شكايه حتى هو، باش ان هذا السيد يبقى مشدود، زعما راه حرام عليكم، حرام عليكم. هذا السيد راه ما دارش شي حاجه، مساء البلاد، مساء الوطن، مساء الملك، مساء لينا كمغاربه، مساء حتى شي حاجه. وحنا بدورنا كمنظمه ديال حريه وحقوق الانسان غنساندوا هذا السيد وغنوقفوا معاه، لان في هذا المشكل هذا بالضبط، انه ما دارش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وكنتمناو ليه الصراحه ويمشي عند ميمته وعند وليداته وعند خوته وعند عائلته، ويفرح المغاربه ويفرح العائله ديالو الصغيره والعائله ديالو الكبيره. وشكرا خويا.